ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسة متأخرة شوية عند الكوافير، زمانها جاية. والله ما حد عمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفله 9. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره وبسخن ورقه لحم على شويه لب وسوداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقت. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقه دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقه دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. نعم انا هتجوز في الشقه دي، وانا عاجبني العيله دي، عايزه اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظره، عشان طبيعيه يا ابي حاحا، جوزهاني. وانا كمان عمي، قوم هات المأذون حالا، يلا. خلي المأذون في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده؟ يا عم يا بيه حاحا، ده حاحا ولا بتاع؟ يلا يا ست مع الف سلامة، بره من غير مطرود. ممكن اول المطرودين انت يا عمي، توكل على الله يا مامة العريس. توكل على الله، وانت بقى ورحمة امي لو وقعلك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك يا ولاد. الحقن دي سلاح خطر، طب ابنوها مضاد حيوي وانت مساح وعناك. لا يا سلمى، بص لك الترجمة يا حاحا، انت عايز تبعدي التاني ولا؟ ابيك عليا يا حصة، انت تسوي ايه يا بنت؟ وحشة ولا بايرة؟ الاتنين. قصدي الاتنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو تاني هتعفي. ها؟ الأربعة خمسة اللي أنت طفشتيهم، خليكي كده قاعدة لحد ما تبوري وتقعدي في أرابيزنا. وإحنا أرابيزنا مش مستحملة. ده أنا حلوة ومدملكة وألف مين يهواني، الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبة تعبرك. تعبرك؟ ده أنا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقول لها يا عمي. أقول لها إيه؟ أول حاجة ما شفتهاش أكذب يعني؟ بمرض بنت خالتك المعفنه اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيره. ده انت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوه بتقطع نفسها عليه، ده انت اوفر ايدج. دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلها في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعن على ابو اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشرك بينا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وانتوا انشر غسلكم ليه؟ سيبيه منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا نلجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا نلجا للياس وعد ما يسواش. عنده حق، خليتيه يرجع. اه يا قليل الادب، هي دي اخرتها يا واد. اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح، انت مالك؟ دي مصارين البطن بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرف غرف 60 داهيه، الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني الجلسه. بس يا ريت بس. ايه يا عم مالك؟ ايه عاوز انقط وجايب الميكروفون بتاعك معاك؟ انا بحب انقط بالميكروفون بتاعنا. نسمع سلام كبير والنبي. يلا بس. ايه يا عم السلام ده؟ ده سلام الاسد ملك الغابه. ليه يا عم الحاج، احنا في جنينه الحيوانات ولا ايه؟ طب عايز ايه يا عم؟ عاوز انقط يا جدع بفلوسي. يا عم ما تنقط، انت هتتخنق علينا. فلوس انا حر فيها يا اخي. يا عم خليه نقط. يا عم سمعني سلام. سلام للعروسه. للعروسه والعريس. والعريس ومحمود عبد الشافي. محمود عبد الشافي وحسين باك. حسين باك واكرم فريد. اكرم فريد ومحمد السبكي. محمد السبكي ومحسن ناصر. محسن ناصر ومحمد السبكي تاني. محمد السبكي تاني اول وتاني وتالت. اول وتاني وتالت ومليون. ودوس على زرار بهبل وسمعني سلام سياب الجبل. ديب 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 ديب. واجيب لك ديابه منين؟ من الجبل. ديابه من الجبل؟ اه امال ايه؟ عندنا عندنا. يا جدع في ايه ده؟ انزل بذئاب الجبل. طب.
الا قولي لي يا مايسه. يا عيون مايسه، انت عارفه يعني ان انا بعتبرك في منزله اوعى تقول اختي. لا يا اختي ايه ده، انا اختي اشرف مش شرف، انا بعتبرك في منزله جارتي. ربنا يكرم مصر. يا نهار اسود، احنا في فرح والناس قاعده، يعني على اساس بصي ان احنا مش متربيين سوا وكده. انا عايزك تقولي لي بصراحه والصراحه راحه، هو انا خلاص النسوان ما عادتش تبص لي؟ فاشل، هو مين الحمار اللي قال لك كده؟ هو مش حمار، هي حماره مؤنث جحشه. البنت تفاحه اختي. ياه سيبك منها بقى، دي طول عمرها معقده. ما تتجوزني انا. اتجوزك؟ الواحد ممكن يتجوز واحده غلطت مره قبل منه، انما يتجوز واحده غلطت مع سكان القاهره الكبرى وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت. يخرب بيت لسانك، هي فروق التوقيت حكيت لك عموما انت الخسران. يعني انا لسه بخيري؟ سؤال ما اقدرش اجاوب عليه شفاف، ده لازم تحريق. صدق اللي سماكي ميصة، اسمع لمسمى. سألت فيا أنبوبة إيه الأسباب، أنبوبة ما ترد عليا، أنبوبة أنبوبة. أنت غير أنت، أنت مش لسه جاي الصبح ومحدش عبرك؟ الله يخرب بيوتكم. جرى إيه يا جدع أنت؟ طلعت دماغنا. ما تقول يا ده وتخبط في حتة تانية.